بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله أحبابي في الخير. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكتابة التعليقات. نحبكم في الله. أحبابي في الله، اليوم موضوعنا موضوع جميل، وهو فضائل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، حينما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهناك عدة أمور الإنسان بيحصل عليها. أول حاجة أن المصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤجر بعشر حسنات ويرفع له عشر حسنات، فهذا فضل عظيم. ثم من فضائل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها تثبت العبد على الصراط المستقيم يوم القيامة. إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يثبتك على الصراط فلابد أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخي الكريم، إن من سبب الصلاة على النبي أنها تكون سبب في شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفتح أبواب رحمته. أخي الكريم، ومن فضائل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها تكفي العبد ما أهمه. ثم أخي الكريم، أيضا من الفضائل أن الملائكة تصلي عليك. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أخي الكريم، إن من فضائل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها سبب في استجابة الدعاء. يعني الإنسان لما يجي يدعو ربنا سبحانه وتعالى فنجد أنه في بداية الدعاء يستفتح بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الختام بيختم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أدعى لاستجابة الله سبحانه وتعالى لدعائك. ثم من فضائل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها تنقذ المسلم من صفة البخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من البخيل؟ قال للصحابة: أتدرون من البخيل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فصلى الله عليه وسلم. ثم أخي الكريم، أن من فضائل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها تقربك من الله. إذا أردت أن تكون قريبا من الله فصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخي الكريم، إن من فضائل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها تنال بها سعادة الدنيا والآخرة. إذا أردت أن تسعد في هذه الحياة الدنيا فأكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الآخرة. ثم أخي الكريم، إن بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها دلالة واضحة على محبة الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا أحب شيء أكثر من ذكره، فحينما تحب النبي صلى الله عليه وسلم تكون دائما لسانك دائما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبب لدفع الفقر وزيادة الرزق. إذا أردت أن رزقك يزيد فصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخي الكريم، تشريف المسلم بعقد اسمي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترد الروح إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والملائكة تخبره باسمك أن فلانا يصلي عليك يا رسول الله، فيرد عليك النبي محمد صلى الله عليه وسلم السلام صلى الله عليه وسلم. ثم أخي الكريم، أن الصلاة على النبي سبب لإحياء قلب المسلم. إذا أردت أن يحيا قلبك فصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخي الكريم، التقرب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزلة. إذا أردت أن تتقرب من النبي منزلة ومكانا فأكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخي الكريم، نحكي قصة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. لما سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك.
فبعد ذلك قال أبي بن كعب رضي الله عنه: قلت النصف، ثم قال الثلثان، ثم قال كعب بن أبي: إذن يا رسول الله أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورد على أبي بن كعب وقال: إذن يكفى همك ويغفر لك ذنبك. فهذا الدعاء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا العلاج من النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمع الخير كله. فالإنسان يحتاج من هذه الحياة الدنيا أن الله سبحانه وتعالى يبعد عنك الهموم والأحزان والمصائب، وبالنسبة للآخرة أن يغفر الله لك الذنوب ويغفر لك ما اكتسبه الإنسان من السيئات. فهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. أحبابي في الله، تعالوا بنا لنتعلم أهم الصيغ الإبراهيمية التي الإنسان يعني يكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بها. فهذه الصيغة الإبراهيمية التي نقولها في النصف الثاني من التشهد، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أخي الكريم، إذا أردت شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففي نهاية الأذان، في نهاية كل أذان نجد أن المسلم يدعو بهذا الدعاء ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإذا طلب العبد للرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. فهنيئا لمن أكثر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبالصلاة يكفى همك ويغفر ذنبك وتفتح لك الأبواب المغلقة، ويرزقك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تعلم ولا تحتسب. فأخي الكريم، بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يستجاب دعائك. فأن الإنسان حينما يدعو الله سبحانه وتعالى لابد أن يستفتح بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يختم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي أذكار الصباح والمساء لابد أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح وفي المساء، لكي تنال الدرجات العلى. فبأبي وأنت وأمي يا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة، وقد أخرج العالم كله، وأخرج المسلمين والمؤمنين خاصة من الظلمات إلى النور. فأخي الكريم، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عانى وكافح وجاهد حق الجهاد لكي يصل إلينا هذا الدين العظيم، هذا الدين الذي ننعم به، والله سبحانه وتعالى ييسر علينا الأمور. فالله سبحانه وتعالى أنزل أحكامه في كتابه العزيز، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا السنة وعلمنا كل ما جاء من السنة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عانى الكثير حتى يبلغ هذا الدين. وانظر أخي الكريم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف، فكان يمشي ويقول: من يأويني، من ينصرني حتى أبلغ كلام الله سبحانه وتعالى. فنجد أهل الطائف ما قبلوه إلا بالأذى، وسلطوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صبيانهم وسفهائهم، فضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى سالت الدم من قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشريفة.
فلما استراح النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، نزل عليه جبريل وملك الجبال، فقال له ملك الجبال: يا محمد، إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة فقال: لا، بل أطمع أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى ويقول: لا إله إلا الله، بأبي وأنت أمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشكركم على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، نحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.